راضي؟ ايه يا عمر بيه؟ أكلت؟ لا لسه. تاكل كبدة راضي؟ اللي تشوفه يا عمر بيه. جربت قبل كده كبدة البني آدمين؟ بيقولوا حلوة أوي يا أخي، ما تيجي نجرب؟ مش فاهم يا باشا. عادي، أي عسكري من اللي بره ياخد الواد الشقي ده يجيب لنا الكبدة بتاعته وبعتها لسلامة يظبطها وتيجي. تحبها بالبقسماط ولا تحبها اسكندراني؟ يا باشا اكتم يالا. ولا يا باشا اللي تشوف. انا عن نفسي عايزها بالبقسماط، اصلها محسوبة يا راضي. عايز تهرب وتضرب نار وتهوش عادي، بنشوفه كل يوم في شغلنا، لكن تجريني وراك على الموتوسيكل وتكمل رغم اني ماسكك، عايز تسحلني؟ عقوبتها ايه دي يا راضي؟ قومه. آمنة، المخدرات دي تخص مين يا منعم؟ على فكرة أنا نفسي قصير قوي، واللي أنت عملته معايا ده مش قليل، حسابه تقيل أكتر مما تتخيل، سواء هنا معايا أو في النيابة أو في المحكمة، وكده كده أنت هتتكلم، فأحسن لك تنجد نفسك وتتكلم، عشان لو اتكلمت بعد ما تتعبني هزعلك، لكن لو ريحتني بقى هعديها لك، هنسى يا عم كل اللي أنت عملته معايا. ها؟ تخص مين؟ مكاني. إيه؟ عسكري شوف لي مين على سطح العمارة دي بسرعة. شغلات الكلب حق عبد الله. تمام يا باشا. بيموت يا باشا. البضاعة دي تخص مين يالا؟ يا ده انت بتموت يالا. انت يالا مركاني وراها يا راضي. خلي كل المتهمين الحجز، ما حدش يدخل يخرج، تعالى خد الطهارة بسرعة. ركبوا الواحد على الموتوسيكل وجري يا باشا. حمار! جمع لي معلومات من الناس وتحصلني على الاسم. حد فيكم شاف الراجل اللي ضرب؟ ولا شاف حد نازل؟ لا يا استاذ ما شفناش حاجه. يعني محدش فيكم شاف اي حاجه؟ ما كناش موجودين. فين الهدايا يا باشا؟ هروح اظبط عليه على الاسم، جمع لي بياناتهم هتقومي على الاسم برضه. تمام يا باشا.